تنسيق مصري أمريكي لاستدامة تدفق المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة بالكميات الكافية. الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ومنسق الشؤون الإنسانية الأممي يؤكد أمام مجلس الأمن أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي جهود مصر المستمرة لاحتواء التوترات التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، وذلك عبر بذل المساعي لوقف العدوان وإنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين. تناول الاجتماع موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والتي تتواصل على مدار 3 أشهر تنتهي بنهاية يناير الجاري، تم مدها ل3 أشهر كمهلة إضافية لتوسيع قاعدة المستفيدين. كما استعرض رئيس الوزراء نتائج المؤتمر الذي نظمته وزارة التعليم حول نظام التعليم STEM في مصر. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر مريم المسند لبحث سبل تعميق التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية. وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء إلى وجود الكثير من أوجه ومجالات التعاون التي من شأنها دفع العلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبها أعربت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر عن تطلعها إلى استمرار التعاون والتنسيق مع مصر في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين واستقبال الجرحى، مثنية على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتقديم الدعم الإنساني واستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. أظافرنا إن شاء الله غير نطلعهم من أراضينا غصب عنهم. إحنا أصحاب هوية، أصحاب أرض، أصحاب وطن. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، التقى السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط والوفد المرافق له. جاء ذلك خلال زيارة المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط إلى مصر حالياً. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لاستدامة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الضرورية بالكميات الكافية لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والحفاظ على أرواح المدنيين. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ونائب السفير الأمريكي والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة. استقبل وزير الخارجية سامح شكري السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، وتناولت المباحثات بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة
وحجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها الفلسطينيون يوميا. وطالب شكري خلال اجتماعه مع ساترفيلد، طالب الولايات المتحدة والدول المانحة التي علقت تمويلها المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، طالبهم بإلغاء قرارهم، مشددا أيضا على ضرورة التزام الأطراف الدولية الهامة والمؤثرة كالولايات المتحدة بدعم التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية الخاصة بضمان توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري. أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن التطورات والأحداث الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط قد أكدت الدور المحوري والمسؤولية الكبرى التي تتحملها مصر في المنطقة. جاء ذلك في افتتاحية العدد الجديد من دورية دراسات في حقوق الإنسان التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات، حيث استعرضت الهيئة جهود مصر منذ اللحظة الأولى لتفجر الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن مصر تواصل القيام بجهد مكثف من أجل كبح العدوان ومساندة الشعب الفلسطيني وفتح مخططات الاحتلال، كما تناضل من أجل توفير المساعدات للأشقاء في غزة. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وصفها بأنها العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة. وأوضح غوتيريش خلال لقائه أعضاء إحدى اللجان التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن النظام الإنساني في غزة ينهار، وأعرب عن قلقه بشأن الظروف غير الآدمية التي يواجهها سكان القطاع. إنني أدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وموسع ومستدام إلى جميع أنحاء غزة، وهذا أمر بالغ الأهمية وبشكل خاص في الشمال، حيث منعت إسرائيل معظم البعثات من الوصول وسط استمرار القتال وانعدام الأمن، كما أننا بحاجة إلى المزيد من نقاط العبور إلى غزة للحد من الازدحام وتجنب نقاط التفتيش. وأطلب من جميع الأطراف مواصلة مشاركتها النشطة مع الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة على الأرض والعمل بشكل وثيق مع وكيلة الأمين العام المعينة حديثاً سيجريت كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لإعادة الإعمار في غزة ولزيادة المساعدات الإنسانية لأهلها. أعلن المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أن الشعب الفلسطيني يعيش حالة مروعة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن عدد الشهداء في القطاع يفوق أي نزاع آخر منذ الحرب العالمية الثانية. وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة، أكد منصور أنه يجب وقف الجرائم في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري. كفى عنصرية وكفى فوقية، كفى إفلاتا من العقاب. أبدو بعض التواضع الآن في الوقت الذي وجدت فيه المحكمة أن حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة تقضي بأن تتم حمايتهم من أعمال الإبادة الجماعية ومحاولة الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية والتواطؤ في الإبادة الجماعية والتآمر لاقتراف الإبادة الجماعية، وقرار المحكمة بأن كل هذه الاتهامات معقولة، وهذا ما يجب أن يؤرقنا ليلاً. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أكد أن إسرائيل ترفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة لأسباب غير واضحة. وأشار جريفيث خلال جلسة بمجلس الأمن إلى أن موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تعرضوا لاعتداءات، وأن هناك حاجة لتدفق المساعدات بشكل سريع ومنتظم إلى قطاع غزة. ونحن حاليا نواجه مشكلة في الرفض دخول الكثير من هذه المساعدات إلى غزة، هذا الرفض من جانب إسرائيل لأسباب غير واضحة وغير متسقة بالنسبة إلينا. بصريح العبارة وبكل بساطة،
إن استجابتنا الإنسانية إذا ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة رهن بشكل كامل بقدرة أو بتمويل الأنروا بشكل ملائم وبقدرتها على العمل. وأؤكد لكم أننا لن نألو جهدا لكي نحقق ذلك ولكي يتحقق ذلك بشكل يحترم مبادئ الحياد ومع تقديم ضمانات إلى كل الأطراف المعنية. إن الأنروا تطلع بدور حيوي في توزيع وتخزين في التوزيع والتخزين وفي الشؤون اللوجستية والموارد البشرية، وهناك 3000 موظف يستجيبون إلى الأزمة الحالية. أكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أن القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل واتهامها بارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة هو دليل على أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة. وقال بن جامع في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن إن المحتل الإسرائيلي يجب ألا يكون استثناءً، مضيفا أن التاريخ سيكتب كل من يقف وراء جرائم الإبادة بغزة في عداد المجرمي الحرب وأعداء الحياة والإنسانية. سيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة بغزة في عداد مجرمي الحرب وأعداء الحياة والإنسانية. كما نشدد على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة للتنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها. أعرب أعضاء مجلس الأمن عن إجماعهم على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم من أن وقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا ستكون له عواقب كارثية على سكان قطاع غزة. ناشد المدير العام للمنظمة العالمية ناشد الدول التي قررت وقف تمويل الأنروا بإعادة النظر في هذه القرارات نظرا للأزمة الإنسانية التي يمر بها سكان القطاع. وأشار أدهانوم إلى أنه لا يوجد كيان آخر بديل للأنروا لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 22 مليون شخص في غزة بشكل عاجل، مضيفا إلى أن المنظمة واجهت العديد من التحديات في دعم النظام الصحي في غزة في ظل الوضع الأمني المتدهور في القطاع. كما أعلن أيضا رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا ستكون له عواقب كارثية على غزة. وأوضح البيان أن سحب التمويل من الأنروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة. كارثة إنسانية متسارعة يمر بها سكان قطاع غزة نتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية. وعلى الرغم من ذلك علقت العديد من الدول تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وفي اجتماع لبحث الأزمة التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ممثلي الدول المانحة في مقر المنظمة الدولية، وأكد غوتيريش أنه أطلع مانح الأونروا على خطوات اتخذت لاستجابة لاتهامات إسرائيل للوكالة. وفي بيان مشترك أكد رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سيكون له عواقب كارثية على قطاع غزة. وأوضح البيان الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها أن سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة. وعلقت العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيل للأونروا بأن أنها سمحت لحركة حماس باستخدام مقراتها في قطاع غزة في أعمال عسكرية. وجاءت الاتهامات الجديدة بعد تشديد منسقة الأمم المتحدة للمساعدات سيغريد كاخ التي عينت مؤخرا على أنه لا يمكن لأي منظمة إطلاقا أن تحل محل الإمكانيات الهائلة للأونروا ومعرفتها بسكان غزة. وأعلنت الأونروا أنها سارعت اتخاذ تدابير لكنها حذرت من أن قطع التمويل سيؤثر على المدنيين الفلسطينيين. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 17 بعد المئة على التوالي. أسفر العدوان اليوم عن استشهاد وإصابة العشرات، حيث كثفت قوات الاحتلال من استهداف المناطق السكنية ومدارس الأونروا والأماكن التي يلجأ إليها النازحون، بالإضافة إلى استمرارهم في الاعتداء على المستشفيات والمراكز الصحية. بالتزامن استهدفت مدفعية الاحتلال مستشفى العودة في حي تل الزعتر شمالي قطاع غزة ومحيط مسجد الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع ومناطق متفرقة من شمالي القطاع. وأكدت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال 24 ساعة الماضية 13 مجزرة أسفرت عن استشهاد 114 فلسطينيا وإصابة 249 آخرين، كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا القطاع إلى 26,900 شهيد فضلاً عن إصابة 65,949 آخرين. هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة خاصة محور خان يونس. هذا وأعلنت الفصائل تمكنها من استهداف تجمع لقوات الاحتلال غرب مدينة غزة بقذائف الهاون، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة. وأعلنت حركة حماس تدمير دبابتين إسرائيليتين من نوع مركافا وجرافة بقذائف الياسين 105 جنوب غرب مدينة غزة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود إسرائيليين خلال المعارك البرية داخل غزة وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، مؤكدا ارتفاع عدد قتلى منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 560 ضابطا وجنديا من بينهم 224 منذ اندلاع المعارك البرية في القطاع. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية فجر اليوم ودهمت عدة بنايات
وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين. أوضحت مصادر محلية أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من البنايات المرتفعة. تم اقتحمت بنايات في محيط جامعة القدس المفتوحة في المدينة. وخلال الاقتحام تصدى المقاومون لآليات الاحتلال بإطلاق النار والعبوات محلية الصنع. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تركزت في منطقة خلة نوفل وفي محيط جامعة القدس المفتوحة. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتياء قال إن إسرائيل كقوة احتلال تعمل على تكريس محاولات فصل الضفة الغربية سياسيا وجغرافيا وماليا عن قطاع غزة. وأضاف اشتياء خلال لقائه عددا من سفراء وممثلي الدول المعتمدة لدى فلسطين، أكد أن هذا هو الهدف الرئيسي للحكومة الحالية في إسرائيل لتدمير حل الدولتين، مؤكدا أن هناك توافقا وإجماعا دوليا على ضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. كما ثمن اشتيا مواقف الدول التي استمرت في دعم الأنروا، مطالبا الدول التي أوقفت الدعم بإعادة النظر واستئنافه لأنه يؤثر بالدرجة الأولى على الوضع الكارثي الإنساني المتدهور في قطاع غزة. قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان التقى اليوم بالمسؤول الإسرائيلي الكبير رون ديرمر في واشنطن لبحث تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والجهود المبذولة لإطلاق سراح المحتجزين. وأضاف كيربي أن المحادثات من أجل الهدنة بناءة، والهدف من الهدنة الممتدة هو إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين. وأكد كيربي أن واشنطن تسعى للتوصل لهدنة ممتدة في غزة أطول من هدنة نوفمبر. وفيما يتعلق بوكالة الأنروا قال كيربي إن وقف بلاده تمويل الأنروا كان تعليقا وليس إنهاء. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة أثارت مع إسرائيل مسألة إنشاء منطقة عازلة في غزة، مضيفا أن واشنطن تعارض أي تقليص لمساحة أراضي غزة. وعن العدوان الإسرائيلي على مستشفى في جنين وتدمير جامعة في غزة، ذكر ميلر أنه ليست لديه تحديثات حول تقييم المداهمة، لكن الولايات المتحدة أثارت مسألة هدم مواقع، وردت إسرائيل بأن عمليات الهدم نفذت فقط في المواقع التي تستخدم لإطلاق أنشطة إرهابية أو التدبير والتخطيط لها على حد وصفها. نظم عدد من أمهات الجنود الإسرائيليين تظاهرة أمام سفارة الولايات المتحدة في القدس المحتلة. طالبت المحتجات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة دعم إسرائيل في حربها على غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما طلبنا بالإفراج الفوري عن ذويهم من المحتجزين. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو يتفقدون مخازن المساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين. استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة وفدا برلمانيا رفيع المستوى من دولة الدنمارك من أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو خلال وصوله إلى مطار العريش الدولي في زيارة إلى محافظة شمال سيناء. وخلال اللقاء استعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استقبال المساعدات المتنوعة من مختلف دول العالم والتي تصل عن طريق البر أو البحر من خلال عدد من الموانئ المصرية، ومن بينها ميناء العريش البحري أو عن طريق الجو عبر مطار العريش الدولي.
قام وفد برلماني رفيع المستوى من الدنمارك بزيارة المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش. واستعرض رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء خالد زايد خلال الجولة التفقدية مع أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، استعرض طرق استقبال المساعدات وإدخالها في قطاع غزة، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لدخول شاحنات المساعدات إلى القطاع والمعوقات وغيرها من كافة التفاصيل المتعلقة بالمساعدات منذ وصولها وحتى تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني في الجانب الآخر. كما قام الوفد بزيارة إلى معبر رفح البري تفقد خلالها شاحنات المساعدات المجهزة لسكان غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية دمرت صاروخ أرض جو للحوثيين في اليمن كان معدا للإطلاق. وأضافت القوات الأمريكية أن حددت الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديدا داهما على الطائرات الأمريكية. عبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أمله في أن يتم في وقت لاحق اليوم تحديد الدولة العضوة التي يمكن أن تقود مهمة الاتحاد الأوروبي القادمة لحماية السفن في البحر الأحمر، وأضاف أنه يمكن إطلاق هذه العملية قبل منتصف فبراير. وقال بوريل قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، قال إن عليهم أن يقرروا أي دولة ستتولى القيادة وأين سيكون المقر الرئيسي وما هي الأصول البحرية التي ستقدمها الدول الأعضاء، مضيفا أنه يأمل في تحديد الجهة التي ستتولى القيادة اليوم. توجه وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك إلى جنوب السودان تلبية لدعوة من حكومة جوبا. أضافت لجنة الإعلام بالتنسيقية أن الزيارة إلى جوبا تأتي في إطار الجولات الخارجية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية لحشد وتكامل الجهود الدولية والإقليمية للمساعدة في تغليب خيار الحل السلمي لإنهاء الحرب في البلاد ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي، ومن ثم ابتداء مسار سياسي تفاوضي لتناول قضايا الأزمة الوطنية. أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس وأربعة زعماء أوروبيين آخرين أن الاتحاد الأوروبي أخفق في تحقيق أهدافه بتزويد أوكرانيا بذخائر المدفعية. جاء ذلك عشية قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة لزعماء الاتحاد، والتي تهدف إلى كسر الجمود بين الدول الأعضاء والرئيس المجري فيكتور أوربان بشأن حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار جنيه استرليني. وحذر شولتز والقادة الأربعة من أن أوروبا بحاجة إلى تكثيف وتسريع إمداداتها إلى خط المواجهة في أوكرانيا، انطلاقا من التزام الاتحاد الأوروبي بهدف طموح يتمثل في تزويد أوكرانيا بمليون قاذفة مدفعية قبل نهاية مارس 2024. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أكملت اتفاقا لتبادل الأسرى مع أوكرانيا استعاد بموجبه كل جانب 195 جنديا. أضافت الوزارة أن جنودها سيتم نقلهم جوا إلى موسكو لتلقي العلاج الطبي والنفسي. يعد هذا هو التبادل الأول من نوعه منذ تحطم طائرة نقل عسكرية روسية الأسبوع الماضي، حيث تتهم روسيا أوكرانيا بإسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو، مؤكدة أنه أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 74 شخصا. تتواصل فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 وسط إقبال جماهيري كبير. وسجل معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورا جماهيريا كبيرا أمس بأكثر من 535 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين حتى الآن لنحو 2 مليون زائر خلال 6 أيام من فتح أبوابه للجمهور.
الكتاب نبراس الحضارة وذاكرتها على مر الأجيال. وفي سابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب 55 يأتي رواد القراءة من الكبار والصغار بشوق واهتمام وحضور بلغ مئات الألاف في تظاهرة ثقافية معرفية. سنة الخامسة أجل المعرض نجي لعدة مجالات، في منها مجالات الروايات، في منها مجالات الدين، في منها مجالات متعددة كتب قانونية. هو روح المكان كويسة والمكان تنظيم أصلاً فوق الروعة وكل حاجة هنا كويسة يعني، فده بيدفعنا نجي كده كل سنة. أنا بحب أقرأ دايماً عن الحاجات اللي هي فيها الخيال وكده، وبصراحة هو المعرض بصراحة خطوة كويسة جداً للناس اللي هي بتحب تقرأ وكده، وهو بصراحة حلو جداً سواء لكل السن الصغيرين والكبار وكل سن. أنا شايفة هنا بصراحة في أعمار كتير قوي. المعرض حاجة كويسة جميلة، بيعرض كل الكتب من جميع الثقافات وكل حتة وكل أشكال الكتب، يعني مثلا في كل من المجالات، مجالات طبية، مجالات هندسية، كل مجالات الحياة. أولا معرض الكتاب فرصة مهمة قوي للمثقفين والمبدعين أنهم يشاركوا بمؤلفاتهم ومنتجاتهم، وفرصة للمستهلك اللي هو القارئ اللي احنا بنستهدفه ان هو يبتدي ينمي معارفه ويبتدي يقتني من الكتب ومن الاشياء الجديده او الثقافات الجديده. معرض الكتاب هو احتفاء بالثقافه والمعرفه من خلال الانشطه الثقافيه والندوات النقاشيه مثل مناقشات مشروع استعاده طه حسين وتنميه قناه السويس وروايه انا المكذوب والثقافه طوق النجاه. الحقيقه هي بتاتي في هذا الزخم الثقافي اللي موجود في معرض الكتاب واللي كلنا بنستناه على حر من الجمر اذا جاز التعبير. النهارده الحقيقه هيئه الكتاب مشكوره يعني وضعت هذه المجموعه القصصيه وهي احدث مجموعه قصصيه ليا بعنوان انا المكذوب، وضعتها ضمن البرنامج الثقافي للهيئه، لهم كل الشكر والتقدير. بشعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، يعد معرض الكتاب احتفالا سنويا وموسميا للبيت والمدرسة والمجتمع، يستمر حتى 6 فبراير المقبل في محفل ثقافي تحتفي به كل أطياف المجتمع. اختتمت فعالية دورة اللغة العربية لعدد من أئمة محافظة البحر الأحمر بكلية التربية بالغردقة. يأتي هذا في إطار الدور الدعوي والتربوي لوزارة الأوقاف وحرصها الدائم على صقل قدرات الأئمة علميا ومعرفيا. شملت الدورة التي استمرت على مدار 4 أيام محاضرات حول التفسير اللغوي للقرآن الكريم وتفسير بعض المفردات اللغوية في القرآن، بالإضافة إلى نماذج التفسير اللغوي للقرآن الكريم والعادات اللغوية للعرب كنموذج. كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غدا الخميس سيسجل أقل درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء، حيث ستكون العظمى في القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية في فترة النهار و8 درجات في فترة الليل. ووفقا لتوقعات الهيئة، شهدت الأيام الماضية حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية التي ستستمر لمدة 48 ساعة قادمة، وذلك بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلومتر من سطح الأرض. وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى ما بين 8 و9 درجات على القاهرة الكبرى، حيث نستشعر أجواء شديدة البرودة بمعظم المحافظات خاصة المدن الجديدة والأماكن المفتوحة التي لها ظهير صحراوي، كما نشهد نشاطا للرياح سرعتها تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة في أغلب المحافظات، وهو ما يعطي شعورا بالمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة. شاركت منصة أيادي مصر بجناح في معرض الكتاب الدولي يشارك فيه نحو 30 عارضا وعارضة، كما يحتوي الجناح على شاشة تفاعلية تعرض منصة أيادي مصر للترويج للمنصة خلال فترة المعرض. في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتي تؤدي جميعها إلى التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تواصل مبادرة أيادي مصر التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع إحدى الشركات.
مبادرة أيادي مصر تعد منصة متكاملة للتسويق الإلكتروني، حيث يسجل فيها صغار المنتجين أصحاب المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر في كل أنحاء الجمهورية. مبادرة أيادي مصر، أولاً إحنا بنسوق المنتجات اللي حضرتك شايفها الحرفية واليدوية عن طريقين، يا إما إقامة معارض يا إما عن طريق المنصة الإلكترونية. المنصة خاصة بوزارة التنمية المحلية، وهي تابعة لشركة اسمها شركة إي أسواق مصر، وطبعا ده مع برنامج الأغذية العالمي. والمنصة الإلكترونية بتسوق المنتجات مجاني، ما بتاخدش من العارضين حاجة، بتاخد من المشتري، بتاخد نسبة 10% على المنتج. إنما بالنسبة للعارضين الخاصين بأيادي مصر اشتراكهم معنا مجاني، يعني زي ما حضرتك شايف احنا بنوفر لهم المعارض دي، المكان وكل التجهيزات دي كلها تجهيزات مجانية، وإقامة المعارض مجاني، والمنصة كمان الاشتراك فيها مجاني. كما توفر مبادرة أيادي مصر الدعم اللوجستي من معارض متنوعة في جميع أنحاء الجمهورية، كما تعتبر المنصة سوقا مفتوحا حيث يمكن الدخول عليها لاختيار المنتج وعمل أمر الشراء، ليتم تغليف وتعبئة المنتج والتوصيل حتى المنزل بعد الدفع إلكترونيا. احنا دلوقتي بنستفاد من المنصة الإلكترونية ان احنا بنسوق شغلنا في جميع دول العالم، وده حاجة بصراحة جديدة علينا. احنا ما كنا بنعمل الشغل لحضرتك وما كانش يبقى فيه تسويق للدرجة اللي احنا نقدر نصدر بره مصر، فدلوقتي الحمد لله سيادة الرئيس اتاح لنا الفرصة اللي احنا نسوق بره مصر عن طريق المنصة الإلكترونية، وده احنا استفدنا منها، وانا بعت شغل من عن طريق المنصة. طبعا المبادرة بتقدم لنا كل يعني المساعدة سواء مكانية او دعم عن طريق التسويق على المنصة. أيادي مصر وفرت لنا اللي احنا نروح معارض ونعرض الشغل بتاعنا عشان يبين اللي احنا نبيه. انا النهاردة جيت المعرض وشاركت في الستايل البوهيمي او الستايل البوهو. الستايل ده بيعتمد على خيوط الخيش وخيوط المكرمية، بعمل منه اشكال كتير، فازات، طبلهات، بوتات الزرع. أيادي مصر وفرت لي اللي هو دعاية للمشروع بتاعي ان هو يكبر ويظهر للناس ويشوفوه ويعرفوا اكتر ان هو يعني في بلدهم حد يكون كويس بيشتغل شغل كويس، بيشتغل شغل جديد وكده. انا بقدم مشغولات يدوية من الأحجار الكريمة، خاصة الإكسسوار والسبح. طبعا أيادي مصر أو يعني المحافظة بجد يعني في دعم جميل قوي من المعارض دي أول حاجة، غير أنه طبعا في اللي هي المنصة بصوروا شغلنا ومعروض حاليا. وحتى نوفمبر الماضي بلغ عدد المنتجين والحرفيين على منصة أيادي مصر إلى حوالي 1800 حرفي، بينما زاد عدد المنتجات المسجلة لأكثر من 7300 منتج متنوع من جميع المحافظات. والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية ومرنا إيهاب، إليك مرنا. شكرا لك يوسف، شكرا إلهام. والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، من أبرزها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لعام 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مسؤولي شركة مرسيدس بنز إيجيبت لاستعراض فرص التعاون الممكنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تطلع الشركة للتوسع في السوق المصرية والاستفادة من المزايا التي تمنحها الاستراتيجية للتنمية في صناعة السيارات، خاصة تصنيع السيارات الكهربائية. وخلال اللقاء عبر رئيس الوزراء عن تطلعه لقيام شركة مرسيدس خلال الفترة المقبلة بإنتاج أحد طرازاتها من السيارات الكهربائية هنا في مصر. شاركت مصر للمرة الأولى في اجتماعات تجمع البريكس بعد انضمامها كعضو كاملا اعتبارا من الأول من شهر يناير عام 2024. جاء ذلك خلال مشاركة مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف وممثل مصر لدى البريكس في اجتماعات الممثلين الشخصيين لقادة دول البريكس السفير راجي الإتريبي، والتي عقدت في موسكو أواخر شهر يناير بحضور السفير نزيه النجار سفير مصر في موسكو. كما أوضح مساعد وزير الخارجية أن الاجتماع شهد استعراض الرئاسة الروسية للبريكس الملامح الرئيسية لخطة العمل التي أعدتها للعام الجاري، وصولا إلى قمة البريكس 16 والمزمع عقدها في شهر أكتوبر من عام 2024 في مدينة كازان الروسية. وأن الدول الأعضاء قدمت رؤيتها حول الأولويات التي يتعين التركيز عليها في الفترة المقبلة. بحث وزير البترول طارق الملا مع الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية جون كريسمان خطط وبرامج عمل الشركة لتكثيف عمليات الحفر الاستكشافية للبترول والغاز وعمليات التنمية المخطط تنفيذها خلال العام الحالي، ذلك بالإضافة إلى خططها التوسعية في مصر برغبتها في الحصول على مناطق استكشافية جديدة بالصحراء الغربية. وتم خلال اللقاء استعراض الخطة الطموحة للشركة خلال العامين الماليين الحالي والقادم، والتي تتضمن حجم أنشطة مكثفة لعمليات حفر الآبار. وتم التأكيد على أهمية الإسراع ببرامج حفر الآبار الجديدة في إطار استراتيجية الوزارة التي تولي أهمية قصوى لزيادة الإنتاج البترولي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط تحت وطأة النشاط الاقتصادي الضعيف في الصين أكبر مستورد للخام، لكن مكاسبها الشهرية الأولى منذ شهر سبتمبر ما زالت تلوح في الأفق مع تأجيج التوتر في الشرق الأوسط للمخاوف بشأن الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1.21% لتصل إلى 81.87 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 1.93% ليصل إلى 76.32 دولار للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.6% لتصل إلى 2.77 دولار للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 1.45% لتسجل 2.11 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قرر البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وأبقى المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير عند نطاق 5.50% إلى 5.25%، مشيرا إلى أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة. أنهت معظم أسواق الأسهم الخليجية جلسة اليوم على انخفاض وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة واستمرار تحلي المتعاملين بالحذر قبيل إعلان قرار البنك المركزي الأمريكي. وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة تقدر ب 1.6%، وفي أبو ظبي تراجع المؤشر بنسبة 0.1%. وتخلى مؤشر دبي الرئيسي عن مكاسبه المبكرة ليغلق دون تغير يذكر. وخسر المؤشر القطري بنسبة تقدر ب 0.2%.
يواصل المزارعون المحتجون في فرنسا تحركهم لليوم الثالث على التوالي، ويستأنف المزارعون إقامة حواجز على الطرق السريعة الرئيسية القريبة من العاصمة باريس، فحين قام رجال الدرك بنشر مصافحاتهم على الطريق السريع بالقرب من سوق رانجس الحيوي ومطار تشارل دي غول وأورلي. وكانت قافلة مكونة من 200 إلى 300 جرار زراعي قد توقفت بين فيبرزون وأورليان جهة الجنوب الغربي من رانجس. أظهر مسح رسمي انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في شهر يناير، مما يشير إلى أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان صعوبات في استعادة القوى الدافعة في بداية 2024. وارتفع مؤشر مديري مشتريات رسمية لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة في يناير من 49% في شهر ديسمبر، مدفوعا بارتفاع الإنتاج، لكنه لا يزال أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير سجل 49 نقطة، متراجعا للشهر الرابع. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود إليكم مرة أخرى يوسف وإلهام. شكرا لك مرنا. تتصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء أوروبا الغربية قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي والمقرر عقدها غدا الخميس. يأتي هذا بينما يواصل المزارعون في بلجيكا احتجاجاتهم ضد ارتفاع التكاليف الزراعية والقواعد الخضراء في جميع أنحاء أوروبا. واقترحت المفوضية الأوروبية إجراءات للحد من الواردات الزراعية من أوكرانيا وتوفير مرونة أكبر بشأن قواعد الأراضي البور في محاولة لقمع احتجاجات المزارعين الغاضبين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب. مرة ثانية نعود فيها إلى ميرنا، تفضل. شكرا لك إلهام، شكرا يوسف. والآن مشاهدينا، جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. أصدر اتحاد كرة القدم بيانا رسميا تقدم فيه بالاعتذار إلى الجماهير المصرية على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة بكوت ديفوار. كما قدم الاتحاد الشكر والتقدير لأجهزة الدولة والقيادة السياسية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطط للنهوض بالمنتخبات الوطنية. وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لدراسة كافة التقارير الفنية والطبية والإدارية، ذلك لاتخاذ القرارات المناسبة، مشددا على أنه لن يدخر أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو مناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة. حسم فريق طلائع الجيش تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة، ذلك بعد فوزه على نظيره الجونة بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. كما تأهل فريق الاتحاد السكندري لدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره أنبي بهدفين نظيفين. وفي بطولة كأس آسيا تأهل المنتخب الياباني لدور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما تأهل المنتخب الإيراني على حساب نظيره السوري بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3. ومن المقرر أن يلتقي منتخب اليابان ومنتخب إيران يوم السبت المقبل.
وفي الدوري الإنجليزي حيث تجرى الآن مباراة توتنهام وبرينفورد ومانشستر سيتي وبرنلي، ذلك ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري، فيما تجرى بعد قليل مباراة ليفربول وتشيلسي في إطار منافسات نفس الأسبوع. أعلن نادي لوريان الفرنسي ضم الجزائري بدر الدين بوعناني لاعب نادي نيس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي. وأكد النادي الفرنسي مشاركة بوعناني صاحب 19 عاما في التدرب مع الفريق، ذلك ابتداء من الغد ليكون جاهزا لمباراة الفريق أمام ماتس والمقررة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 20 من بطولة الدوري الفرنسي. ويعد بوعناني أحد أبرز المواهب التي يتوقع بروزها في الفترة المقبلة بالدوري. مشاهدينا، كانت هذه أخبار الرياضة، وأعود إليكم مرة أخرى يوسف وإلهام. شكرا لك ميرنا. لا يزال المهاجرون غير الشرعيين يحاولون عبور الحدود عبر ولاية تكساس الأمريكية رغم الجدل الثائر حول هذا الملف. ويواجه المهاجرون رحلة محفوفة بالمخاطر، حيث يحاولون الزحف تحت الأسلاك الشائكة التي أقامتها السلطات في تكساس لردعهم من العبور إلى الولايات المتحدة. وحتى من يتمكن منهم من اجتياز الأسلاك الشائكة يواجه قوات الحرس الوطني المنتشرة على طول السياج الفاصل. والآن متابعة الأخبار الطقس والأحوال الجوية. نعود فيها مرة أخرى إلى ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم يوسف وإلهام. والآن مشاهدينا، وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 8، الإسكندرية 15-8، مطروح 15-8، بورسعيد 16-9، والإسماعيلية 16-7. أما بالنسبة للسويس فدرجة الحرارة العظمى 16 درجة والصغرى 7، العريش 14-7، طابة 14-7، وشرم الشيخ 19-12، والغردقة 18-10. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 6، أسوان 17-8، الوادي الجديد 18-4، شلاتين 22-14، وأخيرا حلايب العظمى 21 درجة والصغرى 13. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا الآن نترككم مع أبرز لقطة في هذا اليوم. والله كنا في الهوى سوا، لكن يعني الأول أنا اللي قلت انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. تنسيق مصري أمريكي لاستدامة تدفق المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة بالكميات الكافية. الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. منسق الشؤون الإنسانية الأممي يؤكد أمام مجلس الأمن أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات لقطاع غزة. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع يوسف الحسيني. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا الهام؟ ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. عاملين ايه في البرد اللي احنا فيه ده؟ تل برد. ده مش بكرة. الجو اللي احنا متعودين عليه، وجوه الاستوديو بقى التكييف الدبل، يعني لسه اقول لك يعني البرد حاجه بره وحاجه جوه وحاجه صعبه. والهام تقول لي انا بختك لابس بلوفر. بختك لابس بلوفر، حرام عليك. مأمن نفسك انت دايما يا يوسف. هعمل ايه طيب؟ ما يعني مفيش مجال بصراحه. على كل كل التوفيق ان شاء الله، الدنيا تبقى اكثر دفئا ان شاء الله. هم يومين بس اللي جايين دول حسب يعني الارصاد، وترجع الامور تاني. امال الاهالي برد بس فلسطين عايشين ازاي؟ أنا لسه عماله بقول العنوان الثالث لمنسق الشؤون الإنسانية اللي بيؤكد في مجلس الأمن إن إسرائيل بتعرقل المساعدات. لسه بيكلموا وبيؤكدوا وبيقولوا، والناس هناك يعني عندها مشكلة في الأكل وفي السقعة والبرد بالذات، كل حاجة يعني. دول قطعوا الفلوس عن الأونروا، يعني أكتر من كده إيه؟ إيه العالم الغريب ده؟ حسبي الله. عالم غير إنساني يطالب بالإنسانية، شيء مؤلم. على كل التوفيق. اشكرك جدا يا الهام، واشكرك جدا يا يوسف. اشكرك. وريني الكرافات حلوه كما جرت العاده، واستاذنكم وانا بقى ابدا فقراتنا.